عطاء لا يذبل ولا يتبدد، منجزات تحدرت من صقر الأمة العربية إلى من حمل الأمانة باقتدار فنهض ببلده وشعبه منذ آلت إليه الراية. من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد العطاء رحمه الله إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه، الذي يقود مسيرة البناء والتطور مع إخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، فأصبحت منارة مشرقة يلتف الإماراتيون حولها بقامات عالية وهامات لا تنحني إلا لله. بفضل جهود المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ومبادراته الإنسانية التي كان حريصاً من خلالها على نصرة كل ضعيف ومحتاج وإغاثة كل ملهوف ومنكوب، اعتلت الإمارات الصدارة والريادة في ميادين العمل الخيري والإنساني إقليمياً ودولياً وما زالت. فالنهج الذي اختطه طيب الله ثراه ما زال النبراس والحادية للقيادة الإماراتية الرشيدة، وها هي مؤسسات الخير والأيادي البيضاء مستمرة في عطائها خدمة للإنسانية والبشرية جمعاء، حتى أضحى الخير وحبه والبذل في سبيل تحقيقه ديدن كل إماراتي. وهذا ليس غريبا على من اعتبروا من أعطى إنسان عينه لإنسان الإمارات والدهم، فهو الذي كان يردد دائما: بدون شعبي فإنني لا أساوي شيئا. ما زال الإماراتيون ومعهم كثير من شعوب الأرض الذين امتدت إليهم أياديه البيضاء طيب الله ثراه بالخير والعطاء يذكرون وصيته قبل رحيله بنحو عام في كلمة وجهها بمناسبة العيد الوطني 32 لأبنائه المواطنين، حثهم فيها على العمل والجد للحفاظ على المكتسبات الوطنية التي حققتها المسيرة الاتحادية والخير الوفير الذي ينعمون به. ولن ينسى أحد منهم كيف أن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه آمن بأن النهوض بالوطن يبدأ من التعليم، وبأن التعليم هو القاطرة التي ستقود المجتمع إلى مصاف الدول المتقدمة. مدينة العين شهدت باكورة أحلامه رحمه الله، فكانت المدرسة أول ما أخذ مكانه على خريطة التخطيط الحضري للمنطقة الشرقية من إمارة أبو ظبي، ومن هناك شع نور العلم إلى ربوع الوطن. الأمة التي ترغب في مواكبة التقدم وتحقيق الازدهار لأبنائها لا يمكن لها أن تبحر إلا بجناحين هما العلم والإيمان. هذا ما قاله، هذا ما حوله طيب الله ثراه من حلم وطموح إلى واقع وفخار، فهيأ لجامعة الإمارات أسباب النجاح، بل شرفها بأن حدد رسالتها وأهدافها بنفسه، حيث كان يؤمن بأن جامعة الإمارات ستكون قاطرة التنمية البشرية في الدولة. وبالفعل تسارعت معدلات التنمية الحضارية، فتم تدشين كليات التقنية العليا لتكون ذراعاً للتعليم التقني في الدولة والمنطقة، لتتبعها جامعة زايد التي حدد لها طيب الله ثراه في رسالتها أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون، فكانت وما زالت جامعة متميزة بكل ما تحمله الكلمة من معان ودلالات. واليوم منارات العلم أكثر بكثير من أن تحصى في مادة إعلامية محددة الهدف، لكن تبرز بينها وهي تحيط بها بعين الرعاية والاهتمام والرقابة والحس بالمسؤولية تجاه الوطن والقيادة والإماراتيين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تسعى بجهود العاملين فيها وفي المقدمة منهم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان إلى تحقيق رؤيتها. الريادة في التعليم العالي والبحث العلمي وتخريج كوادر مؤهلة منافسة عالمياً من خلال بيئة تعليمية متميزة. هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحتضن المتميزين علمياً من أبناء وبنات الإمارات، متيحة لهم فرصة متابعة دراستهم الجامعية خارج الدولة،
حيث توفر الوزارة سنوياً لأعداد من الطلاب والطالبات الفرصة للدراسة في الجامعات العالمية البارزة، ترشدهم لاختيار تخصصات تتطلبها خطط التنمية في بلادهم ويحتاجها سوق العمل، مما ساهم في زيادة نسب التوطين في القطاعين العام والخاص لتصل في القطاع العام إلى 94%، حيث تنظر الوزارة بحماس إلى المساهمة بفاعلية في تحقيق نسب توطين في قطاع الغاز والنفط مثلاً، وهو القطاع الحيوي في الدولة، تصل إلى 45% عام 2017. بهمة المخلصين على الصرح، ها هي الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الأولى عربياً والثامنة والثلاثين عالمياً على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2013، فيما تحتل المرتبة الأولى عربياً والتاسعة والعشرين عالمياً على مؤشر الازدهار الذي يبرز من بين معايير التعليم والمبادرات الريادية، في حين كانت الأولى عربياً والرابعة عشر عالمياً وفق مؤشر اي تي كيرني للثقة في الاستثمارات. بهمة المخلصين على الصرح وشمخ على أسس متينة، أسس العلم والحداثة التي تساهم في بنائها والمراكمة عليها بتميز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإماراتية. وما زال الإماراتيون يستذكرون الماضي المجيد ويتأملون الحاضر الوردي ويستشرفون المستقبل المشرق المليء بالخير والعطاء بإذن الله تعالى. Thank you.